توديني على اي بلد وتركني وانساني. اتجاهنا خط التحمير للغريح بالمية مية. اول شيء من احد الورشات اللي فضيت بسبب هجرة السوريين على اوروبا ما ضل عمال. هذا غيض من فيض لفيديوهات توثق رحلة آلاف السوريين في ثاني أكبر موجة هجرة إلى أوروبا، لكن هذه المرة ليس عن طريق المهربين ولا بالبلمات ولا بعشرات آلاف الدولارات، بل على طريقة الإنسان القديم مشيا على الأقدام. ما سمعته صحيح، وسنصحبكم اليوم في الرحلة لنروي لكم تفاصيلها. جاهزين يا شباب؟ جاهزين ناكل أكلة. طريق الموت في أحضان الطبيعة الأوروبية. هذه الرحلة لا تستلزم الكثير من التحضير المادي فحسب، بل الكثير من التهيؤ الجسدي والنفسي أيضا، فالطريق طويل وصعب. المهم ما يصحبه المهاجرون معهم عادة هو هاتف النقال معبأ بباقة دولية يحمل عليه 3 تطبيقات أساسية للرحلة: جوجل مابس وجوجل إيرث ومابس مي. ماء وطعام ومفرش للنوم ومصباح صغير. وإن توفر المزيد من المال فمن الممكن أن تستعين بدليل يزودك بالنقاط التي يجب أن تمر بها لتصل بأكبر نسبة من الأمان. أما بعد حزم الأمتعة يتوجب التوجه إلى نقطة الانطلاق، وهنا يوجد خياران: إما اليونان وإما بلغاريا. لننظر معا إلى الخريطة. الولوج من تركيا إلى أوروبا كان عادة يتم عن طريق اليونان بحرا وحصرا عن طريق مساعدة مهرب، يكلف نحو 10,000 يورو. قديش بتكلف اليوم الطلعة؟ 10,000. أما بحالة الذهاب بشكل شخصي فهناك بديل وحيد عن المهرب: السباحة، وهي خيار صعب وخطره عال جدا، لكن البعض فعلها. فلما أقول للناس أني أنا طالع بدي أطلع سباحة، ولو أنه بدي أطلع سباحة المهمة أرجع مشان ما أنمسك ترحل، العالم يقولوا لي أنت مجنون ما بعرف شو، حدا بيرمي حاله هيك على التهلكة ما بعرف شو. اشتريت بس زعانف الجريات واشتريت شمبريل تبع ميتورات البرد اللي عندنا بسوريا، ميتور رفيع. ليش؟ انا مشان البسه بكتافي هيك لبس وخلص، حطيته ببالي وصرت قيس الموج كل يوم، ايش قد ارتفاع الموج والجو، ايمت بصير برد ايمت بصير دفى، الموج قد بالاقليمي. حطينا ببالنا مشان نطلع بالليل حصرا مشان ما يشوفنا الخفر ابدا. حتى كنت عامل نسخه صوره ثانيه على الكملك تبعي، نزلها فوتوكوبي، عملتها شقيتها هيك كبيتها بالمي، قلت خلاص تركيا ما عاد ارجع لها لو شو ما يصير. اول ما صارت الدنيا عطمه شي الساعه 7 7:30 نزلنا بالمي فورا، مي برد يعني، كان جو شهر العاشر كنا. والله ورحت ضليت عم بمشي لحالي وعم بسبح والله الخوف يعني. وبالليل تخيلوا انتم الموقف يعني، لما واحد بالليل شاف البحر كيف بيكون بالليل بعيد، طلع نص البحر كيف بتشوف عتمه كثير، وانا هيك بنص البحر عم بسبح لحالي ولحالي يعني، ما في حد حوالي ابدا. شايف الضويبي طبعا الجزيره بس بعيده بشكل يعني، مش الواقع غير الكلام خالص. فضليت والله على المسافه هي ضليت عم بسبح 4 ساعات ونص. وصل مصطفى بعدما ساعده طاقم باخرة وجدوه وحده في البحر، لربما حالفه الحظ في أنهم رأوه في قلب الظلام، وهذا لا يحالف كثيرين بالطبع. هلأ طبعا أنا بالباخرة، وهاي المنطقة هونيكي تركيا، هاي اللي جيت منها أنا سباحة، من هاي المنطقة هيك جيت وكان ضربتني هاي الباخرة نفسها اللي أنا فيه نفسها. لنعود إلى الخريطة قليلا ولنقترب من هنا تحديدا إلى هذا الشريط الأزرق. هذا طريق بدا للكثيرين خيارا أكثر أمانا للعبور بشكل فردي، إنه خطير نعم وقوة جرفه عالية جدا، إلا أنه بات الطريق الرسمي الآن لمعظم المجموعات. هنا محمد، شاب سوري حاول الوصول إلى أوروبا عبره 4 مرات باءت جميعها بالفشل، لكنه كان في كل مرة يعبر النهر ذاته. ظلنا نمشي بتكتيك وطريقة يعني كثير حلوة، لا وصلنا يا جماعة لسكة قطار، بدنا طبعا سكة القطار هيك نحن ما حنمشي عليها، بدنا نقطعها ونروح على الجهة الثانية، ولكن الطريق من كثر ما كثيف الشجر اللي ورا سكة القطار ما قدرنا ندخل فيه، فقررنا نمشي على سكة القطار بس 20-30 متر. ونحن ماشيين يا جماعه وفجاه بيطلعوا 2 من تحتنا يعني هيك جنبنا، بس ما شايفينهم نحن من كثر الظلام، ونقلونا على السجن. هون كانت الفاجعه يا جماعه. ضلينا للساعه 8 9 الصبح، اجت سيارات تنقلنا ترجعنا على النهر.
هيدول السيارات اللي بيرجعونا على النهر، بيرجعونا على النهر على الحدود التركية مشان يعطونا النهر. انت وطالع اللي عباب السجن بيضربك ضربة، طبعا بدي اعطيكم صور. هيدول انا والشباب الجروب اللي كانوا معي، هدول العلامات ضربنا بهي اول محاوله. انت وطالع بتنضرب ضربه بزرقك يعني الجلد بيقبعه، انت راقد بالكوريدور كمان واحد بيضربك ضربه ثانيه على راسك على وشك وين ما اجى بيكسرك. هم اخذونا على النهر، هناك عند النهر بيكون للاسف في مرتزقه سوريين، سوريين بيشتغلوا مع الكوماندوس اليوناني. هيدول بس تيجي كمان بيكون معهم عصي بيضربونا. هي كانت يا جماعه اول محاوله، فهون يا جماعه ريحت شوي وانا كان عندي اصرار بدي اطلع لسه المحاوله الثانيه. فضبينا اغراضنا نحن نفس الجروب وقلنا بدنا نطلع محاوله ثانيه، انطرنا على النهر بالليل وقطعنا. المهم نحن ماشيين يا جماعه، مشينا قطعنا كثير مسافات حلوه وكان الطريق ممتاز. قطعنا الطريق السريع اللي هو اصعب نقطه، بدنا ندخل على منطقه شوي امان، واذ تيجي سياره بيكون شايفيننا عن مواضير حراريه سكوبات حراريه بشوفوا بيوقفوا قدامنا وبيمسكونا. للأسف برضو ريحت وقلت ما راح نسكت يا جماعة. رجعت محاولة ثالثة، رجعت من محافظتي على اسطنبول، سافرت 15 ساعة وعملت المحاولة الثالثة. كنا أنا وأخوي لحالنا يا جماعة، طبعا مسكنا موتونا من قتل هيدول المسكونة. هون صارت المحاولة الثالثة خلص، يعني أنا يئست ثلاث محاولات بأسبوعين ثلاثة، يعني شو بدي أعمل أنا؟ فقلت خلص، بعت اخوي هون على غازي يعني تابو، انا ضليت باسطنبول قلت له روح انا خلص بدي احاول لحالي هون، خلص لحالي بدي احاول ما حاخذ معي حدا. المهم اتفقت مع شويه شباب بعرفهم، شباب من المغرب وشباب سوريين، نشكل جروب ونطلع مع بعض. طبعا هي المحاوله الرابعه يا شباب، وقطعنا النهر والله يستر دعونا. نحن ماشيين هون شفنا كوم متلبسه. يس مان. طبعا هون اللي بينكمش بيكون شلحون تيابا كبون على النهر للعالم. هاي النهر خلص حظي جربته سيء. المهم خططوا الشباب ووصلنا على الاستراد، هي النقطة الصعبة. قطعنا كل هالطريق وصلنا، والاستراد بيعرفوا نقطة مرقنا نفق مثل تحت الاستراد الطريق السريع. وانا مبسوط انه الشباب كتير مخططين للوضع تمام. قطعنا الاستراد الاول، بدنا نقطع الاستراد الثاني، هن استرادين ورا بعض. بنقطع الطريق الثاني يا جماعة وبيضرب علينا ضوء. الطريق الثالث هو طريق بلغاريا، الطريق الأطول على الإطلاق. كما نرى هنا فإن هناك نهرا صغيرا يستخدمه اللاجئون للدخول إليها، قد لا يكون بنفس قدر الخطر الذي يبلغه نهر اليونان، لكن بعد عبوره يبدأ مشوارا طويل من العذاب الجسدي في المشي والاختباء لساعات طويلة قد تصل حد الثلاثة شهور. طبعا مثل ما انتم شايفين هلا نحن على الشريط الحدودي بين بلغاريا وتركيا. هذا حوتي قدرنا ننزله. هاي الاراضي التركية، هاي الاراضي هنغارية. هلا نحن ان شاء الله نقدر نحاول نوصل على الجانب الثاني، بس نحن خايفين من الحرس والكلاب البوليسية. الهدف من كل هذه الطرق واحد، مثلث العبور الى اوروبا هذا، والذي بعده يعتبر بر الامان بالنسبة الى المهاجرين. لكن الوصول الى تلك النقطة يحمل اخطارا تتعدى التعب، فهناك الكثير مما ينتظرهم. العبور في غابات وانهار مشيا لمدة طويلة يعني ان هناك اسبابا للموت تتعدى الغرق، فهناك التسمم، المرض، البرد، الضياع ونفاذ الموارد. وما لقيت طريقة اطلع منه من هي الغابة. الحيوانات، المخاطر الجغرافية، وأيضا مرتزقة الطريق. الأمر لا يمكن الاستهانة به أبدا، ففي عام 2022 وحده غرق نحو 50 شخصا في النهر اليوناني التركي، عثر على أكثر من 30 جثة في الغابات، وقضى أكثر من 200 شخص في الطريق على أطراف أوروبا. هذا ما حصي، المؤكد أن الرقم الحقيقي أكبر وقد يكون أضعافا. لكن لحظة،
هل يستحق الأمر كل هذا العناء؟ لو نظرنا إلى أسباب ازدياد الهجرة إلى أوروبا عموماً، فسنرى أنها ترتبط بسوء الأحوال الاقتصادية والأمنية، خصوصاً أن العنصرية ضد اللاجئين بازدياد في تركيا، والوضع في سوريا حتى في مناطق الشمال المحررة ليس مستقراً، ولا تزال الصورة الذهنية عن أوروبا خالية. رغم تعرض بعض اللاجئين لمضايقات وخطاب كراهية هناك، لكن إن نظرنا إلى الواقع الآن فسنرى أن أوروبا لم تعد تكترث لأمر المهاجرين كالسابق، بل سجل بحقها الكثير من الانتهاكات الإنسانية في الفترة الماضية، ذلك عدا أن اليمين المتطرف يزداد صعوده سياسياً، وأن هناك دولاً تعيد اللاجئين الذين احتوتهم في بداية موجة الهجرة، وأخرى أقفلت أبوابها وتخلت عن اتفاقيات دولية أبرمتها بهذا الخصوص. أما الناحية الاقتصادية، فكثير من التقارير تقول أن أوروبا على موعد مع أزمة، خصوصاً بعد قرار قطع روسيا الغاز عنها. لهذا إن صدقت تلك المعطيات، فقد تحطم أحلام الكثير من المهاجرين الذين يبحثون عن سبل عيش كريم. ما يمكننا من القول أن أزمة اللاجئين مستمرة بعد مرور عقد عليها، وقد تشهد تطورات وانفجارات بأي وقت. فإلى أين تمضي؟ وإلى أي حد ستصل؟ وهل ستبصر قوافل المهاجرين النور؟ هاي الجبال أقسم بالله ما حدا بيطلع المجنون واللي بلا وطن.